بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مادة أصول الفقه 2. وكما ذكرنا سابقا أن هذه المادة مخصصة للأدلة الشرعية، يعني الأدلة الشرعية سواء كانت أدلة متفقا عليها أو أدلة مختلفا فيها. وقد سبق وأن تحدثنا عن الأدلة المتفق عليها بين علماء المسلمين جميعا أو بين أئمة المسلمين، وهي الكتاب والسنة. ثم تعرضنا إلى الأدلة المتفق عليها بين جمهور المسلمين، وهي الإجماع والقياس، نظرا لمن خالف في الإجماع أو خالف في القياس. وبينا القياس وذكرنا أركانه وشروط كل ركن، فحبذا لو أن أحدكم فقط يذكرنا بما هي أركان القياس. القياس الأصل والشروط، يعني الأركان الأولا الأصل، فعلا جميل، ويسمى المقيس أو المقيس عليه. يسمى المقيس عليه، أعتقد المقيس عليه، نعم. ثانيا، ثانيا اللي هو التحقيق والحكم وشروطه والعله. لا لا، أذكر يعني هي أربعة، لا فقط هي أربعة فقط. أنت قلت الأصل ويسمى المقيس عليه، والفرع اثنين ويسمى المقيس، ثم العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم، ثم بعد ذلك ماذا؟ تحقيق العلة أو حكم الحكم الأصل الشروط أو الحكم، حكم الأصل، نعم حكم الأصل. كلمة وشروطه هذه يعني هو بيان للشروط، لكن عندنا أربعة: الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة. وقلنا لا يكون حكم الفرع ركنا من أركان القياس، لأنه ثمرة القياس وليس شيئا مستقلا. فهذا كان ما يتعلق بالقياس. وتحدثنا عن مخالفة الظاهرية في القياس، وأنهم ينفون جميع أنواع القياس ما عدا مفهوم الموافقة، ولا يسمونه قياسا كما أنه لا خلاف فيه عند الجمهور. وذكرنا شروط الأصل وشروط الفرع والعلة وما يسمى بمسالك العلة، وهي النص والإجماع والإيماء والتنبيه والشبه أو والسبر والتقسيم والدوران والطرد والعكس وغيرها. هذا كله متعلق بماذا؟ بمسالك العلة. وهي قضايا في الحقيقة، موضوع القياس يحتاج إلى نظر وتحقق وجهد للفهم والتصور والتدريب، يعني نحتاج إلى ممارسة في هذه القضايا كلها. يعني عندما نقول مثلا مسلك الإجماع، كيف نخرج العلة بمسلك الإجماع؟ فنقول مثلا اتفق العلماء على أن الصغر علة في ولاية المال، فإننا نقيس ولاية النكاح على ولاية المال، وهذا بالإجماع كما حكاه العلماء. فهذا مسلك الإجماع. ثم يأتي معنا مسلك الإيماء والتنبيه، والإيماء كاسمه يعني إشارة إلى العلة أو تنبيه عليها، بمعنى أن الشرع وصف مثلا قضايا بأوصاف معينة، لو لم يكن
في هذه الأوصاف إشارة إلى أنها هي العلل، لما كان لذكرها ماذا؟ لما كان لذكرها فائدة. مثلا عندما نقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، طيب إذن هذا إشارة إلى أن العلة، أو تنبيه أو إيماء إلى أن العلة هي ماذا؟ هي الغضب في المنع. لو لم يكن لهذه الإشارة فائدة لما كان لذكره معنى، ولكن نحن نأخذ من هذه الإشارة إشارات أخرى، مثلا أنه لا يقضي القاضي وهو مشوش الذهن، سواء كان بجوع أو مرض أو احتقان أو غير ذلك وغيرها من الأنواع. اليوم لأنه آخر اللقاءات الثلاثة، فنحتاج أن ننتقل إلى ماذا؟ طبعا الأخ الذي كان يجيب من يعني رأى الأصل وشروط، هذا فقط هو تنبيه على ماذا هنالك شروط للأصل، وهنالك شروط للفرع، وهنالك شروط للعلة وغير ذلك. فكلمة شروطه هي يعني إضافة فقط لبيان الشروط. طيب نأتي، لاحظوا هنا ننتقل إلى الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها. نحن تحدثنا عن الأدلة المتفق عليها بين أئمة المسلمين جميعا، ثم أدلة الأحكام المتفق عليها بين جمهور المسلمين، ثم بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى الأدلة المختلف فيها. وعندما نقول أدلة مختلف فيها، بمعنى أن هنالك من يقول بهذه الأدلة وهنالك من لا يقول بها، هنالك من ينكرها وهنالك من ينفيها من المذاهب الأربعة، خاصة المذاهب الأربعة التي هي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الأدلة المختلف فيها سنتحدث عن ربما ستة أو سبعة بحسب ما يتيسر من الأدلة. أولا الاستحسان، ثم المصالح المرسلة، ثم الاستصحاب، ثم العرف، ثم عمل أهل المدينة، ثم قول الصحابي أو مذهب الصحابي، ثم سد الذرائع. طيب الذي يسأل عن صفحة كم بالنسبة للكتاب، الصفحة 164، صفحة 164. طيب هنا في هذه الوحدة أو في هذا الموضوع سنتعرف إذن على الأدلة المختلف فيها، بحيث نعرف الأدلة ثم نعرف يعني شروط كل دليل، ما متى يصح أن نعملها بالاستحسان أو بالمصالح أو غيرها، وكيف نطبق هذه الأدلة في حياتنا. لاحظوا هنا يعني هذه الأدلة بشكل عام، هذه الأدلة بشكل عام، سد الذرائع، شرع العرف، الاستحسان، شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستصحاب، عمل أهل المدينة، المصلحة المرسلة. طبعا في الكتاب أضاف بعض الأدلة وهي الأخذ بأقل ما قيل والاستقراء، الأخذ بأقل ما قيل والاستقراء. فنحن إذن سنتعرف على الدليل وتعريفه وشروط الدليل يعني والخلاف الحاصل في الدليل. نبدأ أولا بموضوع الاستحسان، نبدأ بالاستحسان. طبعا هذه خلاصة ليست من الكتاب لكن من كتب أخرى، هذه خلاصة يبين لنا مثلا هنا الاستحسان ما هي أنواعه، استحسان بالنص بالإجماع بالضرورة بالمصلحة سيأتي معنا، والعرف وشروطه
وسد الذرائع وأنواعها، وقول الصحابي متى يعمل به ومتى لا يعمل. طيب الاستحسان أولا في اللغة عد الشيء حسنا، إذا قلت هذا أحسن من هذا، هذا استحسان لغة، هذا استحسان لغة، أن يعني نعتقد الشيء حسنا أو نعده حسنا. أما ما المقصود بالاستحسان؟ ما المقصود بالاستحسان؟ طبعا وقع الخلاف في الاستحسان في مفهومه، وبناء على الخلاف في المفهوم اختلف العلماء في ماذا؟ في العمل بالاستحسان. يعني الشافعية يعدون الاستحسان تلذذ وقول بالهوى، وقالوا أن من استحسن فقد شرع. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الاستحسان إلى أنه دليل ينقدح للمجتهد يعسر التنبيه أو يعسر عليه التعريف به. يعني إذا قلت له ما الاستحسان؟ قال شيء في الذهن يصعب تعريفه، قالوا هذا ليس دليل الذي لا يستطيع صاحبه أن يعرفه، هذا لا نقول به بل هو قول بالهوى وتشهن وليس بحجة، فليس بحجة مطلقا لأنه تشهن وقول بماذا؟ وقول بالهوى. بينما قال آخرون كالمالكية مثلا الاستحسان 9 أعشار العلم، الاستحسان 9 أعشار العلم. طيب لماذا 9 أعشار العلم؟ لأنهم عبروا عن هذا الدليل بأنه العدول عن دليل إلى دليل آخر، العدول عن دليل إلى دليل آخر. ما معنى العدول عن دليل إلى دليل آخر؟ يعني لو كان عندنا دليلان فأحدهما يقتضي شيء والآخر لا يقتضي ذلك الشيء، فإننا نترك أحد الدليلين للعمل بما فيه مصلحة، بما فيه ماذا؟ مصلحة. ولذا سنجد أنواع الاستحسان بناء على هذا العدول إلى أنه يعني استحسان بالمصلحة أو استحسان بالعرف أو استحسان بالنص أو استحسان بالإجماع أو غير ذلك. إذن الاستحسان إذا كان العدول عن دليل إلى دليل آخر يقتضي هذا العدول، فهذا مما لا يختلف العلماء فيه لأنه عمل بالنص أو بأحد الدليلين. أما تعريف الاستحسان بأنه دليل ينقدح للمجتهد يعسر عليه التعبير عنه، قالوا هذا نحن لا نعرفه ولا نعترف به، كما قال الحنابلة وكما قال الشافعية أنه تلذذ أو قول بالهوى. فهذا ينبغي ماذا؟ أن نعرف. لذا لاحظوا هنا حجية الاستحسان لا بد أن نصطلح أولا على الاستحسان حتى ماذا؟ حتى نعرف ما هو، أو حتى نعرف هل نأخذ به أو ليس أو لا نأخذ به. إذن دليل تثبت به الأحكام بناء على ما يوجبه أو في مقابل ما يوجبه عموم النص، هذا حجة عند الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة والزيدية. أكثر من صرح بأنه ليس بحجة الشافعية، قالوا هو قول بالهوى
أو ماذا؟ أو تشهن. طب نحن قلنا هذا الخلاف بناء على طبيعة الاستحسان. لاحظوا أو قبل أن ننتقل إلى هذا الأمر، إذا كان الاستحسان ما ينقدح للمجتهد يعسر عليه التعبير عنه، هذا مما خالف فيه الشافعية وخالف فيه الحنابلة. أما تعريف الاستحسان بأنه مثلا العدول عن دليل إلى دليل آخر أو عن قياس إلى قياس أقوى منه، هذا حجة عند من ماذا؟ عند من يعمل بالقياس أيضا. أما تعريف الاستحسان بأنه تخصيص قياس بقياس أقوى منه، يعني لو رجعنا إلى الكتاب سنجد هذه التعريف في صفحة 170، فهذا متعلق بقضية خاصة وهي تخصيص العلة. أما تعريف الاستحسان بأنه العدول عن دليل إلى آخر لأمر يقتضي ذلك العدول أو لدليل يقتضي ذلك العدول، فهذا أيضا مما لا خلاف فيه. إذن نحن إذا عرفنا حقيقة الاستحسان نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نقول أنه حجة أو ليس بحجة يعمل به أو لا يعمل به. وبالتالي كما قال في الكتاب لا يتحقق استحسان مختلف فيه، يعني هل المعنى الخلاف في اللفظ أو الخلاف في المعنى؟ إذا كان الخلاف في اللفظ فلا إشكال في ذلك، لكن إن كان الخلاف في المعنى فهنا يظهر الخلاف. فهذا يعني كمقدمة حتى نفهم ماذا نقصد بماذا؟ بالاستحسان. طيب نعود مرة أخرى، الاستحسان المختلف فيه هو الدليل الذي أو يعني كما قلنا نعم دليل ينقدح للمجتهد تعسر عبارته عن التعبير عنه. نقول له لماذا استحسن؟ يقول والله بشيء في الذهن أو شيء في النفس لا أدري كيف أعبر عنه. نقول له هذا ليس بدليل، إذا عرفت كيف تعبر تعال لنتفق. أما إذا قال أنا لا أعرف أو يعصر لكن شيء أجده في نفسي، نقول له هذا ليس بدليل وهذا الذي وقع فيه الخلاف حقيقة. أما العدول عن دليل إلى دليل آخر أو العمل بأقوى القياسين أو غير ذلك، فهذا عندما يثبت القياس وعندما يثبت المصلحة وعندما يثبت العمل بالأدلة لا خلاف فيه أو يعمل به. يعني مثلا وهذا بحسب الأنواع، يعني عندما نقول مثلا الاستحسان بالمصلحة أو الاستحسان بالإجماع أو الاستحسان بالضرورة، أنا يمكن هنا أن أشارك معكم الكتاب. نعم، فعندما أقول هذا استحسان بالنص، إذن هو عمل بالنص وإنما الخلاف لفظي. يعني مثلا إباحة السلم، البيع بيع المجهول أو المعدوم لا يصح، لكن جاء في الشرع أن بيع السلم جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل ماذا؟ إلى أجل معلوم. فبيع السلم إذن عمل بالدليل، لكن العلماء يطلقون عليه استحسان بالنص. إذن هذا الاستحسان لا خلاف فيه. الإجارة أيضا
الإجارة معدومة، يعني المنفعة التي نريدها منعدمة وغير معلومة، لكن الشرع أجازها بالدليل. فاستحسن لحاجة الناس، ولكن هو عمل بماذا؟ عمل بالنص. هذا استحسان بالنص يطلقون عليه. إذن هو عمل بأحد الدليلين، هذا باختصار. كذلك الاستحسان بالإجماع كتجويزهم لعقد الاستصناع، يعني أن البائع يدفع مالا مقدما على أن يقوم الآخر بصناعة منتج معين، ثم قد يدفع له بعضه أو كله أو غير ذلك، ثم ماذا؟ ثم يأتيه بماذا؟ بالسلعة آجلا. السلعة آجل، والدفع قد يكون عاجلا وآجلا وقد يكون عاجلا. هذا العلماء على جوازه بالإجماع، هذا استحسان أيضا بالإجماع. هنالك استحسان بالضرورة. الاستحسان بالضرورة المعنى فيها أن توجد حاجة أو ضرورة تقتضي الجواز، فإذن هو عمل بماذا؟ عمل بالضرورة. يعني مثلا لو كما ضرب مثلا، ضرب مثلا بماذا؟ بطهارة الماء الكثير، بنزع الماء، النزع من الماء. قالوا هذا الجواز اقتضته الضرورة، لأن لو قلنا ننزع البئر كاملا لحصل ماذا؟ مشقة على الناس، وبالتالي يستحسن نزع بعض منه يعني حصولا لتطيب النفس، أو الشرع اعتبره أيضا تطهيرا. وهنالك استحسان بالمصلحة، يعني هنا هو عمل بالمصلحة أيضا. مثل ماذا؟ مثل تضمين الأجير المشترك. ما معنى الأجير المشترك؟ الأجير المشترك يعني شخص يعمل للناس شيء، مثل الخياط وصانع الأواني والحرف وغيره، صاحب الحرفة. فإذا جاء مثلا أعطيت ثوبك لشخص وقلت له قص هذا الثوب أو أصلحه، ثم جئت له بعد يوم أين ثوبي؟ قال ضاع أو سرق، فما الحكم؟ قال العلماء يضمن استحسانا. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. عهود الناس فسدت وضاعت وصاروا يغشون كثيرا، فقد يدعي ضياعه أو فساده وهو ماذا؟ وهو لم يفسد. فهذا استحسان بماذا؟ استحسان بالمصلحة، حتى لا يتساهل الناس في ماذا؟ في حفظ الحقوق. وهنالك استحسان بالعرف والعادة. مثلا تعارف الناس على أن من دخل الحمامات هذه الساخنة يدفع ما تيسر، يعني يدفع 100 ريال مثلا في اليمن، يصرف ماء قليلا أو كثيرا، أنا لا أدري كم الآن لكن مثال. فهذا استحسان بالعرف. لو مثلا ضرب هنا مثال من حلف لا يدخل بيتا، من حلف لا يدخل بيتا، يعني لو قال والله لا أدخل أنا وأنت بيتا، طيب لو دخل المسجد معه، المسجد يسمى بيت لغة صحيح، لكن هنا العرف يقتضي أن لا يسمى المسجد بيتا، لا يسمى المسجد بيتا، لأن العرف لم يحوي ذلك. أو حلف لا يأكل سمكا، ماذا سيأتي معنا أيضا سيتكرر في موضوع العرف. طيب الاستحسان بالقياس الخفي، وغالبا هنا الذي يحتاج إلى بيان، كيف ذلك؟ هو
أن يعدل عن قياس جلي إلى قياس خفي. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ضرب هنا مثال في إجارة المنافع. طيب هو طبعا ضرب مثلا السعر وضرب، طيب ما أنه لم يذكرها هنا نتركها ونأتي بما ذكرها في الكتاب، لكن في المثل الذي كنت أريد أن أذكره أنه لو باع، لو وقف أرضا دخلت فيه ماذا؟ منافعها استحسانا. لو باع أرضا دخلت فيها بيع المنافع ماذا؟ استحسانا. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الوقف هو المنفعة، فإذا لم تدخل فيها منافعها فإنه ماذا؟ فإنه لن يستفيد منها، فيستحسن وإن لم ينص عليها في العقد دخول المنافع كما في البيع. هنا ضرب مثالا آخر أن يقول الحنفي سؤر سباع الطير نجس قياسا على سؤر أو سباع البهائم. طيب هنا لماذا؟ واضح أن سؤر الطير مثل سؤر ماذا؟ مثل سؤر البهائم. فإذا يعني أدخل الطير مثلا ماذا أقول منقاره أو أصابع أو نقول مخالبه فيعتبر ماذا؟ نجسا قياسا على سعر البهائم أو السبع. طيب هنا بعضهم قال ليس كذلك، لأن الطير يشرب بمنقاره فهو طاهر، فسؤره أيضا طاهر، سؤره أيضا طاهر. يعني هنا المثال الأصل القياس، قياس نجاسة سؤر الطير على نجاسة ماذا؟ سؤر السباع. طيب قال هنا الاستحسان يقتضي طهارة سؤر السباع، سباع الطير، الطير نقيسه على سؤر الإنسان ولا نقيسه على سؤر السبع. لماذا؟ لأن الطير يشرب بمنقاره كما يشرب الإنسان بماذا؟ بفمه، ولا يدخل لسانه، يعني لا يلعق بلسانه، وبالتالي عدلنا عن القياس على السباع في السؤر إلى القياس على الإنسان، وهذا كله ماذا؟ استحسانا، بجامع أن كل من الطير والإنسان يشرب بفمه وذاك بمنقاره ولا يستخدم ماذا؟ لسانه، وهكذا. فهذه أمثلة لأنواع الاستحسان في ذلك. هنا يعني ذكر بعض الأمثلة أو ما يسمى بالفروع الفقهية، ما يسمى بالفروع الفقهية. من قطع الطريق في المصري يعني في البلد، هل يعد قاطع طريق ويقام عليه الحد أو لا؟ أو أنه فقط إنما يكون قاطع الطريق في ماذا؟ في الصحراء. طبعا هم قاطع الطريق في الصحراء متفق على أنه يقام عليه الحد. طيب لو أنه قطع الطريق في المصر، يعني نحن الآن في البلد، نقول عصابة
انتقلت إلى البلد، فصارت تقطع الطريق في وسط المدن، فهل يعتبر قاطع طريق أو لا يعتبر قاطع طريق؟ هذا يرجع إلى خلاف العلماء في اعتبار الاستحسان بالإضافة إلى قياس الصحراء على المصري في ذلك. فمنهم من قال أنه أن قطع الطريق لا يكون إلا في الصحراء وبالتالي لا يقاس عليه، ومنهم من قال أن المقصود قطع الطريق سواء كان في الصحراء أو في المدن، ومنهم من حكم أن قطع الطريق إنما يكون في الصحراء، وأما في المدن فلا نحكم بشيء من ذلك. طبعا ذكر الأدلة بعد ذلك. طيب نأتي إلى الدليل الثاني وهو المصلحة المرسلة. أولا ما معنى المصلحة؟ المصلحة هي المنفعة، المصلحة هي المنفعة، وهي بضد المفسدة. طيب المصالح هنا نقول قال عن الدليل المصلحة المرسلة، ما معنى مرسلة؟ معنى مرسلة أي أنها خالية من الدليل، خالية من الدليل، لأن المصلحة إما أن تكون ربما ذكرها معتبرة أو أن تكون غير معتبرة بمعنى ملغى. النوع الثالث إذا لم تكن معتبرة ولم تكن ملغى فهنا نقول عنها المصلحة ماذا؟ المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة. إذن المصلحة إما أن تكون معتبرة وإما أن تكون ملغى أو غير معتبرة وإما أن تكون ماذا؟ مرسلة، وهذا المقصود بها هنا هي التي لم يشهد لها دليل بالاعتبار ولا بالغي ولا بالإلغاء. طبعا هنا عرف أقسام المصلحة ومراتبها ومراتبها، هذا يعود إلى رأي الإمام عز الدين ابن عبد السلام في تقسيم المصالح. قال أن المصالح هي اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها ودنيوية كانت أو أخروية، وأن المفاسد هي الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها دنيوية أو أخروية. يعني فجعلها 16 قسما، المصلحة 8 أقسام والمفسدة 8 أقسام. لكن هنا الفرق بين اللذات والأفراح أن اللذات هي الأشياء الحسية والأفراح هي الأشياء المعنوية، فنقول اللذات وأسبابها الدنيوية واللذات الأخروية وأسبابها، ثم نقول الأفراح الدنيوية وأسبابها والأفراح الأخروية وأسبابها، وكذلك المفاسد قال عنها الآلام، والآلام هي المفاسد المادية، والغموم هي المفاسد المعنوية. طيب هذا يعني تقسيم المصلحة، وهنا ذكر لها اعتبارات متعددة. الاعتبار الأول من حيث عموم المصلحة، وهذا هو التقسيم. النوع الثاني من حيث أقسام المصلحة، من حيث رتب المصلحة، المصلحة تنقسم إلى 3 أقسام،
وهذا نسمعه كثيرا. ما هي رتب المصالح؟ رتب المصالح ثلاثة: الرتبة الأولى الضروريات، الرتبة الثانية الحاجيات، الرتبة الثالثة التحسينيات. طيب ما المقصود بالضروريات؟ ما المقصود بالحاجيات؟ ما المقصود بالتحسينيات؟ فهذا الضروريات هي الأمور التي لا بد منها في مصالح الدنيا والدين، يعني إذا فقدت حصل هنالك فوات لدين أو فوات لعرض أو فوات لمال أو فوات لنسل أو فوات لعقل. أظن هذه الخمسة. وهذه الضرورات هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، وهذا الترتيب لبعض العلماء. فلو فات الدين مثلا حصل ضياع للإنسان في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وفي الآخرة مصيره إلى النار والعياذ بالله. النفس إذا فاتت أيضا لم يحصل ماذا؟ ضاعت الدنيا، لأنها مبنية على حماية النفس أيضا، الإنسان الذي يعمر هذه الحياة. وكذلك النسل، إذا لم يوجد نسل فلن تستمر الحياة ولن يحصل تكاثر بعد ذلك. وحفظ المال أيضا، الناس تحتاج لاكتساب الأمور، وقد حفظ يعني اكتسابه القضايا والمعاش والمطعم والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك. وحفظ العقل، لأنه يتم حفظ الدين بذلك، ويتم حفظ النفس بذلك، ويتم حفظ المال بذلك، ويتم حفظ العقل بذلك، وحفظ النسل بذلك. وبالتالي إذا ضاع العقل فلم يحصل شيء مما سبق. فحفظ الإسلام العقل بأن حرم عليه مثلا ما يذهبه من الخمر والمسكرات والمخدرات، وأمر أيضا بالعلم والنظر والتفكر، كل هذا لأجل حفظ العقل. فهذه تسمى الضروريات الخمس. الضروريات الخمس هذه نحفظها، يعني ستتكرر معكم كثيرا في كثير من القضايا العلمية والعملية. الضرورات الخمس. الرتبة الثانية هي الحاجيات. الحاجيات الإنسان يصاب بالحرج إذا فقدها، يعني مثلا القصر، الفطر في السفر، الإجارة، البيع، الشراء، هذا كله من أمور الحاجيات. إذا لم يكن هنالك وجود لها سيصيب الإنسان الحرج والمشقة. النوع الثالث هي التحسينيات. والتحسينيات هي ما يهتم بالنظافة مثلا ومكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، طبعا هذا التقسيم ليس من حيث الحكم الشرعي، لا، بعضها قد يكون واجبا وبعضها مندوبا، ولكنها من محاسن الأخلاق الذي ينبغي. يعني مثلا ترك الغيبة، الغيبة حرام لكنها تدخل في باب التحسينيات. إزالة النجاسة مثلا تدخل في باب التحسينيات، هكذا. طيب أنا ذكرنا لكم الاعتبار الثالث، المصالح المعتبرة وهي التي ورد الشرع بها، والمصالح الملغاة وهي التي نهى الشرع عنها أو ألغاها، والنوع الثالث وهي المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة هي التي لم يأتي لها دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء. يعني مثلا جمع المصاحف في عهد
جمع القرآن، كتابة المصاحف، تدوين الدواوين، إشارات المرور مثلا في عصرنا الحاصل أو الحاضر. فهنا هذه تسمى مصالح ماذا؟ مرسلة، مصالح مرسلة. فالمصالح المرسلة هو الدليل الذي اختلف العلماء فيه. أما المصلحة ابتداء فإن المصلحة إن كانت معتبرة فإن الشرع يعتبرها ويأمر بها، وإن كانت ملغاة فإن الشرع ماذا؟ لا يعتبرها ولا يعتبرها. طبعا المصالح الملغاة مثلا بعضهم ذكر بعض مثلا أئمة المسلمين في أوروبا أو في استراليا أو غيرها تحويل يوم الجمعة إلى يوم الأحد. لماذا؟ قال المصلحة تقتضي ذلك لأن عندنا إجازة يوم الأحد ويجتمع المسلمون أكثرهم، وبالتالي يتحقق الجماعة والجمعة في ذلك. فيقال له هذه مصلحة ملغاة لأن الشرع قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب هنا حجية المصالح المرسلة، وهي قلنا التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، مثل تضمين الأجير المشترك، أو مثلا إشارات المرور، أو مثلا جمع المصحف. ما حكم هذا كله؟ فهذا من المصالح المرسلة. الشافعية أيضا لم يعتبروا المصالح المرسلة، أما الحنفية عفوا المالكية فقالوا بأخذ المصالح المرسلة مطلقا، قالوا بالأخذ بالمصالح المرسلة مطلقا. طيب هنا لاحظوا، الأول قبولها مطلقا وهذا هو دليل مختلف فيه، الثاني عدم قبولها مطلقا، الثالث التفصيل. كيف التفصيل؟ التفصيل هذا حقيقة ليس، لا أقول أنه ليس بصحيح، لكن داخل في الشروط، داخل في الشروط، لأننا قد قسمنا إلى مصالح معتبرة ومصالح ملغاة. فإن كانت ملغاة فلا اعتبار لها، وإن كانت معتبرة فهي معتبرة. طيب إن كانت مرسلة، إن لم تخالف قاعدة كلية أو مقصدا شرعيا أو دليلا معتبرا، فقالوا تقبل هذه المصلحة، تقبل هذه المصلحة إن كانت لا تصادم نصا شرعيا أو دليلا معتبرا. هذا الخلاف في حجية المصالح المرسلة. فموضوع شروط العمل بالمصالح المرسلة مما يذكر فيها دائما، مما يذكر في المصلحة المرسلة. طيب كيف، ما هي هذه الشروط؟ أولا أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، يعني أن هذه المصلحة المرسلة تحقق حفظ ضرورية أو حفظ حاجي أو حفظ ماذا؟ أو حفظ تحسيني. فإذا أدت إلى حفظ الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات وإن لم يشهد لها نص خاص فإنها تعتبر ويعمل بها. يعني مثلا كما قلنا إشارات المرور مصلحة مرسلة، هل هي ملائمة لمقاصد الشارع؟ نعم، ملائمة لحفظ النفس، لأنها تؤدي إلى حفظ الناس من الهلاك وحوادث السير. ثانيا أن تكون هذه المصلحة حقيقية وليست وهمية. فإن كانت وهمية مثلا الآن بعضهم يقول نحتاج أن نسوي بين الرجال والنساء في الميراث من باب ماذا؟ إعطاء المرأة حقها، المصلحة تقتضي ذلك،
وحتى لا يقول الغرب عنا أننا متخلفون. أقول هذه مصلحة ملغاة. الله أعطى المرأة حقها سواء من الميراث أو من أي شيء آخر، فلماذا نحتاج أن نقحم الشرع في كل شيء؟ هذه مصلحة ملغاة، التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث مصلحة ملغاة. فالله عز وجل قد بيّن نصيب الرجال ونصيب النساء وكل شيء مفصل، خاصة في موضوع الفرائض. إذن هذه المصلحة وهمية. أيضا مثلا كمصلحة اللذة في شرب الخمر، يقول شخص أنا إذا شربت الخمر أنسى الهموم والغموم، وهذه مصلحة، نقول له هذه مصلحة ملغاة. الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالمصالح المتوهمة غير مقبولة، ماذا؟ غير مقبولة شرعا. أيضا أن تكون المصلحة عامة وليست مصلحة خاصة، وأن تكون معقولة بمعنى يصح الشرع أو العقل إذا نظر فيها عرف المراد منها أو المقصود منها. طيب هنالك شروط أخرى، يعني ألا تعارض مصلحة أهم منها أو مساوية لها. هذا يتعلق بتعارض المصالح، إذا تعارض مصلحتان أحدهما أكبر والأخرى أقل فإننا نقدم العمل بالمصلحة الكبرى ونترك الصغرى، يعني يؤخذ بأعلى المصلحتين ويجتنب أقلها. هنا أثر العمل بالمصلحة، يعني أمثلة مع خلاف العلماء الوارد فيها أثر الاستصلاح. الاستصلاح هو العمل بالمصالح المرسلة. هنا قال إذا ضمان المبيع قبل القبض، من الذي يضمن المبيع قبل أن يقبض؟ هل البائع أم المشتري؟ من يضمن المبيع، البائع أم المشتري قبل القبض؟ بعد القبض معروف، لكن قبل القبض، فبعضهم قال المصلحة تقتضي أن يضمن المشتري، عفوا البائع، المصلحة من ضمان ماذا؟ البائع. لماذا؟ لأنه لما نحمل المشتري شيئا لم يصل إليه بعد. أما المذهب الثاني قالوا يدخل في ضمان ماذا؟ المشتري، يدخل في ضمان المشتري، من اشترى شيئا فإنه بعد أن يقبضه أو يأخذه ماذا؟ يستلمه. أما من قالوا ما التفريق بين ما يجب على البائع التوفية وبين ما لا يجب، يعني قالوا فما يجب على البائع أن يوفيه ففيه فضمانه على البائع، وما كان على المشتري يعني وما لا يجب على البائع أن يوفيه فالضمان على المشتري في ذلك، الضمان على المشتري في ذلك. وبعضهم أيضا كما ترون فرق بين الطعام وغير الطعام، فأمر ب يعني أن الطعام يدخل في ضمان البائع، أما إذا لم يكن طعاما فإنه يدخل في ضمان المشتري في ذلك. هذا ما يتعلق ب يعني مثال على الاستصلاح أو العمل بالمصلحة. نأتي بعد ذلك إلى الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟
الاستصحاب مأخوذ من الصحبة أو الملازمة. أنا أقول هذا صاحبي لأنه يلازمني باستمرار فهو صاحبي، وخير جليس في الزمان كتابه، فبعضهم صاحبه أيضا الكتاب، وبالتالي علمه يصحبه أينما كان. طيب ما معنى الاستصحاب لغة، عفوا اصطلاحا؟ استصحاب اصطلاحا حصل فيه خلاف بحسب الأنواع. يعني مثلا عندنا استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا الذي وقع فيه الخلاف، لكن الحكم بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية هذه لا خلاف فيها، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، هذا يسمى استصحاب، أو الأصل براءة الذمة، هذا أيضا يدخل في الاستصحاب، هذا نوع من أنواع الاستصحاب. لكن المقصود هنا بالاستصحاب المختلف فيه ما هو؟ استصحاب الإجماع في محل ماذا؟ في محل النزاع. هنا إذن الاستصحاب بمعنى البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، فهذا لا خلاف فيه. استصحاب أيضا الحكم العقلي، يعني إذا أن العقل يحكم بالحسن أو بالقبح، هذا يأتي عند المعتزلة، فهو ماذا؟ فهو وارد أيضا، يعني في عفوا حصل فيه الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، حصل فيه الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. طيب النوع الرابع استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. طيب هنا ننتقل إلى محل الخلاف، هو استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. ما معنى استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف؟ يعني أن يتفق الناس على حكم ثم تتغير صفته، أن يتفق الناس على حكم ثم تتغير صفته، فيأتي شخص يقول هذا نحن نستصحب الإجماع السابق، نستصحب الإجماع السابق للدلالة على الوضع ماذا؟ الحالي. لاحظوا مثلا لو أخذنا المثال يتضح أكثر، استصحاب الإجماع المنعقد على صحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء، فهل هنا يعني المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته؟ لماذا؟ قالوا لأن الإجماع منعقد على أنها لا تبطل قبل رؤية الماء، فكما لا تبطل قبل رؤيته للماء لا تبطل بعد رؤية ماذا؟ الماء. ما الدليل على بطلانها؟ ليس عندكم ماذا؟ ليس عندكم دليل على البطلان، فنحن نستصحب الحكم الذي سبق معنا أثناء عدم رؤية الماء. هذا هو الخلاف. إذا نجد مثلا اختلف العلماء في المتيمم إذا رأى الماء، هل يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ بعضهم قال يعيد الصلاة، وبعضهم قال لا يعيد الصلاة، وبعضهم قال لا يعيد الصلاة. فهذا إذن استصحاب البراءة الأصلية أو الحكم العقلي أو
ما كان ثابتا في الزمن الماضي فهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، استصحاب الإجماع في محل النزاع أو في محل الخلاف. طيب هنا طبعاً هذه الخلاف في حجية الاستصحاب، الخلاف في حجية الاستصحاب يعني قليل أو ليس بكبير، فحجة وهو مذهب الجمهور وليس بحجة كما ترون وهو مذهب الحنفية، ثم بعضهم قال أنه حجة في حق الله تعالى أي فيما بينه وبين الله تعالى. لكن ما يهمنا أيضا من الأقوال هو أنه يصلح حجة للدفع لا للإثبات، يصلح حجة للدفع لا للإثبات. ما المقصود هنا؟ أنه يدفع به أي أمر جديد يثبت يدفع به أي أمر جديد على الشخص ولا يثبت له أي صفة جديدة. مثال: المفقود، المفقود وهو من لم تعلم حياته أو موته، مفقود ضايع يعني. قال العلماء لا يؤخذ منه شيء، يعني حياته باقية، ماله باقي، لأننا نستصحب حياته، فلذا نقول يصلح حجة للدفع أي لئلا يثبت أو يؤخذ منه شيء وتثبت له الحقوق التي كانت التي كانت. طيب هل يصلح حجة لإثبات حقوق جديدة؟ قالوا لا يثبت له حقوق جديدة. يعني مثلا لو مات شخص لا يرث ممن مات وهو مفقود، أو لو أوصى شخص لا يأخذ شيئا من ذلك لأنه في حكم المعدوم، فلا تثبت له حقوق جديدة، لكن لا يؤخذ من الحقوق التي ثبتت له ماذا؟ ثبتت له شيء. فقالوا الاستصحاب حجة الدفع لا. فهذا يعني هذا هو الخلاف في الاستصحاب. نجد أن الجمهور على أن الاستصحاب حجة مطلقا، وأن الحنفية قالوا أن الاستصحاب حجة في الدفع ولا وليس حجة في الإثبات. طبعا الكتاب وسع كثيرا في يعني ذكر 6 أقوال: حجة وليس بحجة، حجة كذا إلى آخره، لكن هو في الحقيقة يمكن أن يعود إلى 3 أقوال رئيسية: أنه حجة مطلقا، أنه ليس بحجة مطلقا، أنه ماذا؟ حجة في الدفع لا في الإثبات، أنه حجة في الدفع لا في الإثبات، بمعنى أنه يثبت الحكم السابق ولا يثبت حكم ماذا؟ ولا يثبت حكم جديد، لا يثبت حكم جديد، لا يصلح لإثبات أي دعوى جديدة. فأما ما ثبت له سابقا فإنه لا ينزع عنه مطلقا، إذن لا يثبت له حكم جديد لكن لا ينزع منه حكم سابق. وذكرنا لكم مثال ماذا؟ مثال المفقود.
هذا مثال المتيمم. المتيمم إذا وجد ماء في الصلاة قال إذا وجد ماء قبل الصلاة بطل التيمم، هذا معروف طبعا. ولكن إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء بعد الصلاة، طبعا هذا ليس عليه شيء، بعضهم قال يستحب له الإعادة. لكن إذا وجد الماء خلال الصلاة، إذا وجد الماء خلال الصلاة هل يبطل التيمم ويذهب إلى الماء أم يكمل الصلاة؟ قال العلماء لا يبطل تيممه وصلاته صحيحة، والقول الثاني أنه يبطل تيممه وعليه استعمال الماء في ذلك. نأتي بعد ذلك إلى العرف. العرف من الأدلة المشهورة بين العلماء، وغالب يعني إذا كما يقول بعض العلماء العرف قالت به كل المذاهب، وإن يعني حصل خلاف في الظاهر. طيب ما هو العرف أولا؟ العرف عادة جمهور قوم في قول أو ماذا؟ أو فعل. عادة جمهور قوم في قول أو فعل. ما معنى ذلك؟ لو تعرف الناس، وغالبا يكون الذي يتعارفونهم جمهور الناس، يعني أغلب الناس أو أكثر الناس وليس عدد محدود، على أمر من الأمور سواء كان قولا أو فعلا، يعني مثلا كتعارفهم على أن ما يهديه الخاطب للمخطوبة لا يرد مثلا، إذا اختلفوا يعني، أو تعارفهم على أن الضيف إذا جاء يأتي معه بهدية، أو تعارفهم على إطلاق لفظ الدابة على الفرس وليس على غير ذلك، هذا كله من العرف. فإذا العرف لا بد أن يكون متكررا، ولا بد أن يكون الذي قال به جمهور، ولا بد أن يكون سابقا للتصرف كما سيأتي معنا في شروط العرف. إذا لاحظوا هنا التعريف، قال العرف، أين ذهب التعريف؟ ما استقر في نفوس قوم من قول أو فعل، واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. يعني هذا طال قليلا، طال التعريف قليلا لكن لا بأس يعني. ولكن العرف هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبيعة السليمة بالقبول. استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبيعة السليمة بالقبول. طبعا الطبيعة السليمة مهمة، لماذا؟ لأن بعض الناس تفسد فطرته وتفسد طبيعته، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، وبالتالي الآن نجد أن الناس ربما يتعارفون على ماذا؟ على قضايا لا يحبها الله ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقضايا مؤثرة جدا، يعني كما ترون ما يسمى ب الشذوذ وماذا النسوية وكثير من القضايا
التي قد يتعارف الناس عليها من غير، يعني أقول من غير رادع أو زاجر من عقل حسن أو طبيعة سليمة. فهذا تعريف العرف. نأتي بعد ذلك إلى العرف، هل العادة، عفوا العادة، هل العرف العادة شيء واحد أم مختلفان؟ هل العرف والعادة شيء آخر أم مختلفان؟ هنالك يعني أقوال في ذلك. القول الأول أن العادة بمعنى العرف، أو ما لا يختلفان، العرف هي العادة والعادة هي العرف. وهنالك كتاب اسمه العرف والعادة عند الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو سنة، لا أدري سنة أو سنة. الأمر الثاني أو القول الثاني أن العرف غير العادة، فالعادة ما استمر عليه الناس على حكم المعقول، يعني ما عادوا إليه مرة بعد أخرى، فعادوا إليه مرة بعد أخرى، يعني حكم العقل به وعادوا إليه مرة بعد أخرى. أما العادة نجد هنا أن الأصوليين أيضا قالوا العادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، يعني لا يوجد سبب يدعو للتكرر أو شيء يدل على التكرر. فهذا العادة، هذا العادة. أما العرف فقد يكون هنالك ماذا؟ رابط أو تلازم بين الفعل وبين الحكم، طيب هذا يعني رأيهم. والصحيح أنه لا فرق بين العرف والعادة في ذلك. طيب نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف والإجماع، هل هنالك فرق بينهما أو ليس فرقا، أو لا يوجد فرق بين العرف والإجماع؟ طبعا هنالك فرق بين العرف والإجماع، لأن الإجماع لابد أن يتفق كما سبق التعريف، أن يتفق المجتهدون، لكن في العرف لا يلزم أن يكون الذين يتعارفونهم المجتهدون. ثانيا أن العرف قد يتعارف الناس على حكم عقلي أو عادي أو شرعي، لكن الإجماع لابد أن يكون ماذا؟ إلى حكم شرعي. أمر ثالث وهو أن الإجماع لابد له من مستند، أما العرف فقد يكون له مستند وقد لا يكون له ماذا؟ وقد لا يكون له مستند. طيب أيضا العرف من الأدلة المتفق عليها، هذا معروف، وعفوا الإجماع من الأدلة المتفق عليها، والعرف من الأدلة المختلف فيها، لذلك لابد أن يكون الإجماع صحيحا. أما العرف فقد يكون عرفا صحيحا وقد يكون عرفا ماذا؟ قد يكون عرفا فاسدا. هذه أبرز الفروق بين العرف والإجماع. سيأتي معنا الآن أقسام العرف، هذه يعني واضحة وأيضا هي مهمة. سنقسم العرف باعتبارات متعددة، أولا باعتبار الحكم، هنالك عرف صحيح وعرف فاسد،
والعرف الصحيح هو الذي أقره الشرع، أما العرف الفاسد فهو الذي أبطله الشارع. من حيث السبب عندنا عرف قولي سببه القول، وعرف سببه العمل. عرف باعتبار من يصدر عنه، يعني هل هذا عرف عام أو خاص أو جاء من قبل الشرع، صادر من قبل الشرع. أيضا هنالك عرف ثابت وعرف متغير، وهذا الذي يحصل. هذه التقسيمات ربما يعني من خلال التعريفات الموجودة في الكتاب تظهر لكم. المقصود مثلا بالعرف الصحيح ما لا يخالف النص ولا يفوت المصلحة، يعني مثلا تعارف وقف بعض المنقولات، يعني بعضهم يمنع إلا أن يكون الوقف ثابتا محبس الأصل، ولكن إذا تعرف الناس على وقف المنقول فقد يكون صحيحا وإن كان بعضهم يمنع وقف المنقول. طيب تعرف تقديم بعض المرء هذا واضح، فإذا ما شهد له الشرع أو لم يخالف شرعا فهو عرف ماذا؟ عرف صحيح. أما العرف الفاسد ما خالف نصا أو قاعدة كلية أو إجماعا أو غير ذلك. طيب باعتبار سببه عرف قولي وعرف فعلي، مثل ماذا العرف القولي؟ ممكن تأتون بأمثلة من واقع اليمن مثلا، عرف قولي في اليمن، تعرف الناس على عرف قولي معين، هل من مشاركة كتابة أو نطقا؟ هل هنالك عرف لفظي مثلا في إب أو في مارب أو في تعز أو في حضرموت أو في حجة أو في غيرها، يقال إذا قلت لشخص كذا معروف أن هذا مثلا يعتبر التزام أو يعتبر غدر أو يعتبر تكريم أو يعتبر إهانة أو يعتبر لفظ معين، هذا المقصود يعني. هذا يسمى عرف ماذا؟ لفظي، عرف لفظي. لكن مثلا لو جئت تقول الإنسان دابة فقال لك لماذا تقول دابة؟ ألا تستحي؟ هل من حقه أن يشكوك إلى المحكمة أو إلى القاضي أو لا؟ لو قال شخص من حقه نقول نعم من حقه. لماذا؟ قال لا، اللغة تقول والله خلق كل دابة من ماء. طيب لكن نقول له العرف صار يطلق لفظ الدابة على الحمار أو الثور أو البقر أو الخيل أو غير ذلك، وقد هجروا المعنى الأصلي الذي تقول عن أنت عنه أن الدابة بمعنى كل ما يدب على الأرض. طيب ننظر هنا تعارف اليمنيين على التهجير، أحسن، تعارف اليمنيين على الهجر أو التهجير، هذا عرف عملي طبعا ليس عرفا لفظيا، عرف عملي، تعارف الناس على التهجير. أو ما أدري تقصد الهجر هو عرف عملي. مثلا بيع المعاطاة تعارف عملي، مثلا أخذ التقديم مثلا زيارة الجار مع حمل طبق من الحلوى مثلا أو من الشيء الذي مع الإنسان، إذا تعارف الناس عليه هذا من التعارف العملي. تقسيم المهر إلى مؤجل ومؤخر مثلا، قدم ومؤخر، هذا من العرف، هذا من العرف العملي أيضا، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا. طيب هذه من يصدر عنه العرف، هنالك أعراف عامة وأعراف خاصة وأعراف شرعية يمكن أن ترجع إليها في ماذا؟ في الكتاب.
العرف الشرعي مثلا إطلاق الصلاة على يعني الصلاة المعروفة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم وهكذا، باعتبار حالته عرف ثابت. أظن أن هذا واضح، وعرف متغير، عرف ثابت وعرف متغير، المتغير يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، أما الثابت فهو ما يتعرف عليه الناس في كل زمان وفي كل مكان، وهذا يدخل فيه العرف الشرعي أو يتعرف عليه الناس فيما بينهم. طب العرف اللغوي أظن أنه أيضا لا يحتاج أن نقف عنده. هل العرف حجة؟ نعم العرف حجة، وهذا مذهب الجمهور، بل قال بعضهم أنه ماذا؟ أنه أن الجميع قال بالعرف، أن الجميع قال بالعرف، وبعضهم إن لم يقل بالعرف فإنه قد مارسه قضاء أو إفتاء أو أحكاما أو غير ذلك. هنالك من قال بعدم حجية العرف، وهذا المذهب ضعيف، وهو كما أشار المؤلف مذهب ابن حزم الظاهري. طبعا العرف مهم جدا، لأنه يعني في معنى لمسايرة الناس تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، وهذا كله من آثار العرف في ذلك. طيب مثلا لو ضربنا مثال الآن، العرف في الحيازة القبض، يعني مثلا عندنا الآن القبض كان أن يأتي الرجل فيستلم الشيء الخاص به أو يحوزه إلى متجره أو إلى مخزنه، لكن الآن التسليم أونلاين مثلا عن طريق البيع أونلاين، أو الشراء عن طريق الكارت، ما هو القبض الحاصل؟ القبض الحاصل فيه أنك ماذا تدفع إذا وصل، إذا قال البنك مثلا وصل المبلغ يعتبر تم التسليم، أو إذا قال لك تم الشحن فيعتبر نوعا من يعني القبض مثلا، أو مثلا إذا أوصله إلى بريدك يعتبر وصل إلى البريد، هذا نوع من القبض يختلف مما يتغير بتغير ماذا؟ الزمان والمكان والحال. طيب عمل أهل المدينة، وأنا المقصود بعمل أهل المدينة ليس الناس الساكنين في المدينة الآن، وإنما المقصود بأهل المدينة هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه أعماله وأقضيته وأحكامه وغير ذلك مما كان يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بأهل المدينة وليس الناس الذين يعيشون في المدينة الآن. طيب هنا ما المقصود أيضا، ربما ما أدري سبق أن أشرنا إليه في أو هو كان في مادة أخرى، عمل أهل المدينة هنالك ما يسمى بالمنقولات، يعني إذا أردنا أن نقسم عمل أهل المدينة هنالك ما يسمى بالمنقولات. المنقولات نقول عنها إن عمل أهل المدينة حجة شرعا، يعني نقلوا صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم
ونقلوا الأذان ونقلوا الإقامة ونقلوا لنا مقدار الصاع ومقدار المد ونقلوا لنا صفة المنبر مثلا وصفة البيت وغيره، فهذا مما هو حجة لأنهم يعرفونها. ثانيا ما نقل من أفعاله التي كان يفعلها في المناسبات والأعياد، فهذا أيضا حجة. وأيضا نقل مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراراته، فهذا أيضا حجة. أما القسم الرابع وهو نقل تركه لأمور، نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها، فهل يكون حجة أو لا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يغطي أو رؤوس الذين ماتوا في الحج، لم يخمر رؤوسهم ولا وجوههم، فهذه أيضا كما قال المؤلف هنا أن هذا أيضا حجة ومما يعتبر من عمل أهل المدينة. إذن ما كان طريقه النقل، باختصار ما كان طريقه النقل فإنه حجة، ما كان طريقه النقل فإنه حجة. فالنوع الثاني ما كان طريقه الاجتهاد، يعني اجتهد أهل المدينة في حكم أو في قول أو في فعل أو في قضاء، هنا الجمهور على أن هذا الاجتهاد ليس بحجة، وقال المالكية اجتهاد أهل المدينة حجة لأنهم شاهدوا التنزيل وخبروا حالات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون اللغة ومفرداتها وكانوا أكثر توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يصير ماذا؟ يصير حجة، وبالتالي يصير حجة. إذن هذا هو الحجة، وأظن أنه سبق معنا في موضوع الإجماع، إجماع أهل المدينة، اتفاق أهل المدينة، هذا هو المقصود به هنا الآن. أظن أن الخلاف واضح فيه بين مالك وبين الجمهور رحم الله الجميع. بعض الآثار يعني مثلا صفة الأذان، فالأذان الذي نقل إلينا يعتبر حجة، ولكن وردت فيه صفات متعددة، فكل صفة عمل بها قوم، فيها ثلاث صفات تقريبا. صلينا على رسول الله، طيب لو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو كتابة سيكون حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ننتقل إلى قول الصحابي، ما المقصود بقول الصحابي؟ المقصود هنا بقول الصحابي، أولا قبل أن ندخل في قول الصحابي، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالسبق وبالفضل وبالرضوان. ويجب أيضا هنا التفريق بين الصحابي في عند المحدثين والصحابي عند الفقهاء والأصوليين. فالصحابي عند المحدثين هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء رآه مرة أو مرتين أو عشرة، فهذا صحابي ولا بد أن يموت على الإيمان. والصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، فالله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والله سبحانه وتعالى قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رافضي أو شانئ، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام أن أنا النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. والمقصود بالأمنة هو ماذا؟ هو الأمن عند حصول الخوف، كما قال الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. مع وجود الخوف يكون الإنسان في أمن واطمئنان. فهذا فقط للتأكيد، لأن البعض قد يدخل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن من الحاضرين أو من يعظم الشرع الحنيف من يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا الصحبة من حيث العموم وعند المحدثين. الصحابي عند الأصوليين ما المقصود به الذي قوله حجة؟ قال الأصوليون أن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة تقتضي إطلاق اسم الصاحب عليه شرعا عرفا، إطلاق اسم الصاحب عليه ماذا؟ عرفا، يعني لا بد من الملازمة، لا بد من الأخذ والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا مذهب جمهور الأصوليين أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب، يعني لازمه وطالت مدة صحبته وإن لم يروي عنه. وبعضهم اشترط الرواية كما هنا، يعني لا يخفى عليكم. إذن لابد من الملازمة، ولابد بعضهم قال يكون غزا معه غزو أو غزوتين، وبعضهم قال حج معه. المهم أنه لازمه وصاحبه مدة تكفي إطلاق اسم الصاحب عليه عرفا. وطبعا هذا هو مذهب الأصوليين الذي نحن، أما مذهب المحدثين فقد سبق، يعني أو قلنا لكم أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا عند المحدثين. أما هذا التعريف فلا أظنه هو قال ولو فقط أبين، ولو تخللت ردة على الأصح المعنى أنه أسلم ولقي النبي وآمن به ثم ماذا؟ ثم ارتد ثم آمن، ثم ارتد ثم آمن. وهذا لأن يروى أن بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم أسلم مرة أخرى وحسن إسلامه. طيب هذا الخلاف في التعريف. طيب ما المقصود بقول الصحابي الذي هو حجة هنا؟ هل المقصود فقط لفظه أو قوله، أو يدخل فيه قول الصحابي وقضاؤه وفتواه؟ المقصود هنا مذهب الصحابي عموما، سواء كان قولا أو قضاء أو فتيا في ذلك، فهذا كله داخل في حجية قول الصحابي ومذهب الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. طيب هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ هل قول الصحابي حجة
أو ليس بحجة. أنا أيضا بقي فقط بقي الإشارة إلى أي قول للصحابي، يعني الصحابي مثلا قال العلماء إذا لم يخالف أحد، أما ما خالفه في صحابي آخر فليس المقصود به هنا. إذن وأيضا اتفقوا على أن قول الصحابي لا يعتبر حجة على صحابي آخر، لا يعتبر حجة على صحابي آخر، يعني فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني أخذوا من بعض وقلدوا بعضا، وليس قولهم أولى من قول آخرين في ذلك. لكن قول الصحابي الذي هل هو حجة على من بعده، يعني علينا وعلى التابعين وعلى تابع التابعين، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال بعضهم أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وهذا مذهب الشافعي وآخرين، وقالوا يستأنس به، وقالوا يستأنس به. والقول الثاني أنه حجة مطلقا، وأما القول الثالث فهو إن خالف القياس كان حجة وإلا فليس بحجة، إن خالف القياس حجة وإلا فليس بحجة. وبعضهم قال أن قول الصحابي يستأنس به، يستأنس به وليس بحجة، يعني تفصيل آخر في هذا الموضوع. طيب إذن قول الجمهور أن قول الصحابي ماذا؟ ليس بحجة، ليس بحجة مطلقا، هذا هو قول الجمهور. المذهب الثاني أن قول الصحابي حجة، وهذا قول أيضا كثير من العلماء. طيب نأتي بعد ذلك على وجه السرعة أيضا إلى دليل شرع من قبلنا. شرع من قبلنا المقصود به ما قصه الله عز وجل علينا، أو ما نقله الله سبحانه وتعالى إلينا من شرائع الأمم السابقة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في التوراة أو الإنجيل أو صحف إبراهيم وموسى، أو ما ورد مثلا عن يوسف عليه السلام أو غيره. طيب قبل أن ندخل أيضا في حجية شرع من قبلنا، شرع من قبلنا إذا نسخه شرعنا فليس بحجة مطلقا، وهذا المقصود به هنا. لاحظوا عندنا القسم الأول الأحكام التي لم يرد لها ذكر في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأحكام التي لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك نقول ما ورد نسخه في شرعنا فيعتبر ليس شرعا لنا. النوع الثاني ما ورد في شرعنا ولكن لم يثبت مثلا ماذا؟ له نفي ولا إثبات. ونوع أم أمرنا به في شرعنا فهذا ثابت بشرعنا، أما ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف.
إذن أعيد فقط مرة أخرى حتى لا يحصل اللبس. ما لم يرد لها شيء في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ليست شرعا لنا. ما جاء في كتابنا أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جاء نفي له وإنكار له ونسخ له فهي منسوخة باتفاق، وإن جاء أمر به وحث عليه فهو فنحن مأمرون به، لكن بعضهم يقول باعتبار شريعتنا، باعتبار شريعتنا. النوع الثالث ما سكت عنه الشر، يعني لم يكن هنالك نسخ له ولا أمر به أو إقرار له، فهنا قال بعض العلماء شرع لنا، وقال آخرون ليس شرعا لنا. مثل ماذا؟ مثل ما قصه الله عز وجل علينا عن يوسف عليه السلام، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أو ما قصه الله عز وجل عن موسى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهل يصح أن يكون المهر منفعة بناء على شرع من قبلنا أو لا يصح؟ قال بعضهم يصح عملا بشرع من قبلنا، وقال آخرون ماذا؟ لا يصح، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الخلاف الوارد في شرع من قبلنا. طيب أعتقد أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.